مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد استهدافه بقصف إسرائيلي وتحويل مسار طائرات المساعدات إلى دمشق واللاذقية. غازات إيران السامة التي تستهدف المدارس والجامعات وصلت وسائل النقل. الشيوخ الأمريكي يدعو الوكالة الذرية إلى الموافقة على إدانة إيران، ومصادر ترجح انتهاء اجتماع المحافظين بلا قرار. بعد اختيارهم كليتشدار أوغلو مرشحا أمام أردوغان، المعارضة التركية تكشف خريطة طريق الانتقال للنظام البرلماني. واشنطن تندد بتصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة، والبنك الدولي يعلق التعاون حتى إشعار آخر. نشرة لأهم الأنباء من الحدث، أهلا بكم. أفاد أعلام النظام السوري عن مصدر عسكري أن إسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي بهجوم جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط المطار. في الوقت ذاته أكد مراسل الحدث أن المنطقة المستهدفة بالضربات الإسرائيلية في حلب تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، وأشار مراسل الحدث إلى وقوع أضرار مادية في القصف الإسرائيلي على مطار حلب، ولا أنباء عن إصابات نتيجة القصف. يذكر أن هذا رابع استهداف إسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023 على مواقع عسكرية لإيران وحزب الله في سوريا. هذا وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل مسار طائرات نقل المساعدات المرتبطة بالزلزال بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار حلب الليلة الماضية إلى مطاري دمشق واللاذقية. من جانبه أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات للحدث بأن الغارات استهدفت مدرج المطار الذي يؤمن نقل شحنات المساعدات. على ما يبدو تم استهداف مدرج مطار حلب الدولي الذي كان يعني خلية نحل خلال الفترة الماضية بهبوط الطائرات التي كانت تقل المساعدات. إسرائيل يعني لم تخرج علينا في بيان، ولكن الواضح بأنها تقول بأنها يعني أو ستقول لنا بأنها استهدفت شحنات إيرانية، ولكن الواقع بأن المطار هو الذي خرج عن الخدمة الآن وتوقف عن استقبال الطائرات التي تقل يعني شحنات الإغاثة، ولكن الواقع بأن المطار غير قادر على استقبال الطائرات حتى صباح هذا اليوم خرج عن الخدمة. هناك إيران تستخدم المطار، نعم، محيط المطار مسيطر عليه من قبل إيران، نعم، ولكن على إسرائيل أن تستهدف الشحنات الإيرانية ولا تقوم بإخراج المطار السوري عن الخدمة حقيقة الأمر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم أنه يجري زيارة إلى بغداد، مشيرا إلى أن هدفه من الزيارة هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق. وأشار أوستن إلى أن العراق والولايات المتحدة يتحركان نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة على حد تعبيره. وفي وقت سابق أعلن أوستن أنه يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع قادة كبار في المنطقة والتأكيد على الالتزام الأمريكي بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها. إلى إيران، كشفت مصادر محلية أن العديد من ركاب مترو بهارستان في أصفهان تعرضوا صباح اليوم لحالات تسمم واختناق وتقيؤ، وكشفت أن الكثير منهم سقطوا على الأرض خلال حادث وصف بالخطير في محطة المترو. وأضافت مصادر أخرى أن قوات الأمن انتشرت بسرعة في المكان وطوقت المنطقة بالكامل. أجبها جميلاً من كل شغيرنا
أفادت مصادر محلية عن تعرض عدد من ركاب مترو منطقة بهارستان في أصفهان لحالات تسمم واختناق صباح اليوم، مضيفة أن الأمن طوق محطة المترو، وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية التسمم بالمدارس لم تكشف عن وجود أي مواد سامة أو خطيرة لدى الطلاب الذين تم فحصهم. وذكرت الوزارة أن 90% من الشكاوى في قضية التسمم كانت ناجمة عن القلق والمخاوف التي سادت الفصول، مؤكدة أن عدداً محدوداً فقط من الطلاب شعروا بمضاعفات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن التحقيق في حالات تسميم جديدة تعرضت لها تلميذات في إيران يمكن أن تكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران في حال ثبت أن عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ذو مصداقية وأن يعاقب المسؤولون. وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن تعرض الفتيات للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخزن، وقال أن تسميم الفتيات في المدارس الإيرانية يدل على انعدام الضمير، مؤكدا أن هذا النوع من الهجمات غير مقبول. دعا بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموافقة على قرار يدين إيران لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة. يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة فرانس بريس عن مصادر دبلوماسية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع رغم التصعيد بشأن برنامجها النووي، وذلك بسبب التفاهمات الملموسة التي توصل إليها المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بعد زيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي. وأشار الدبلوماسيون إلى وجوب لزوم اليقظة باعتبار أن إيران عادة ما تلجأ إلى مثل هذه المناورات لتجنب تدابير بحقها كما حصل في نوفمبر 2022. اتفقت الأحزاب المعارضة التركية المعروفة بالطاولة السداسية على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة القادمة. وأعلن كليتشدار أوغلو أن أحزاب المعارضة اتفقت على هدف العودة للنظام البرلماني، وأضاف أن بقية رؤساء أحزاب الطاولة السداسية سيكونون نوابا للرئيس، معربا عن ثقته في النجاح بالانتخابات باتفاق المعارضة واتحادها. أصيب ما لا يقل عن 6 مواطنين في بلدة حوارة بحالات اختناق بعد أطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز عليهم بحسب ما أفاد مراسل الحدث. وتجددت المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين عقب دعوات من المساجد من أجل التصدي لمسيرة للمستوطنين داخل حوارة بمناسبة عيد المساخر اليهودي. هذا ووثقت كاميرات مراقبة في نابلس لحظة هجوم عدد من المستوطنين على سيارة فلسطينية بالحجارة والغاز المسيل للدموع، كانت في داخلها عائلة بينهم أطفال ما أدى لإصابتهم جميعا. برجع لك والله.
احنا واقفين باب سوبر ماركت ابو العيال طالعين يعني بنشغل في السياره، هجموا علينا مره واحده الاحجار في البلطات. لما نزلت من السياره شفت رصاص على السياره بس خلص راح نحضر الحدث، نحن الناس مستوعبين شيء يعني. يعني هاي الطفله عمرها سنتين سنتين ونص، يعني حرام عينيها، طلع عينيها يا جماعه مش قادر تفتح. إلى تونس، أعلن البنك الدولي تعليق المناقشات مع تونس بشكل مؤقت حول إطار الشراكة المتعلقة بالمدى المتوسط بين 2023 و2027 بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة في البلاد. وقال البنك في بيان إن الأحداث الأخيرة في تونس تثير قلقا عميقا، مؤكدا أن سلامة المهاجرين والأقليات تعتبر جزءا من القيم الأساسية للمؤسسة المتمثلة في الإدماج والاحترام. وأشار البيان في الوقت نفسه إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع في تونس. أما وزير خارجية تونس نبيل عمار رفض الاتهامات الموجهة إلى تونس بالتعامل بعنصرية حيال أزمة المهاجرين، مشيرا إلى أن الأمر مفتعل وأن الحل المناسب لأزمة المهاجرين يكمن بالحوار والتشاور. الأزمة هذه فيها جانب كبير مفتعل وفات الموضوع الأساسي اللي هو نحبوا سلامة كل ما يعيش على التراب التونسي واحترام قانون البلاد مرة أخرى. وانتم تعرفوا اللي الهجرة الموضوع هذا يفوت بلد واحد تونس بالذات، هو مرتبط معناتها بشبكات عالمية وهو موضوع يهم عديد الدول في العالم أكثر من غيرها. والحل ديما كما تقول تونس، الحل من نجم يكون كان بالتعاون وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. حذر الرئيس قيس سعيد من توظيف واستغلال مؤسسات الدولة وتعطيل العمل داخلها بهدف خدمة أجندات سياسية. وقال سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن إن البعض تسلل إلى مؤسسات الدولة بهدف تعطيل السير الطبيعي داخلها، وأن آخرين لا يعملون بالحياد المطلوب بسبب انتماءاتهم السياسية، داعيا إلى ضرورة حماية هذه المؤسسات من أي شكل من أشكال الانتماء وتسييرها وفقا لمبدأ الحياد والقانون. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. سنوات أحد تماما حصلت الواحد على فطور ربع رغيف مع 3 حبات زيتون. شو أبرز الأمراض اللي واجهتوها في المعتقل؟ كثير. بسجن تدمر انقطاع تام عن الخارج نهائيا. هلا في ناس ينحكموا براءة. ينحكموا براءة في داخل المعتقل ويطلعوهم؟ لا، ضلوا كافي مهجع بتدمر اسمه مهجع البراءة. الناشط السياسي والروائي السوري مصطفى خليفة، الذاكرة السياسية، الجزء 3، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية:
مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد استهدافه بقصف إسرائيلي وتحويل مسار طائرات المساعدات إلى دمشق واللاذقية. غازات إيران السامة التي تستهدف المدارس والجامعات وصلت وسائل النقل. الشيوخ الأمريكية دعوا الوكالة الذرية إلى الموافقة على إدانة إيران ومصادر ترجح انتهاء اجتماع المحافظين بلا قرار. بعد اختيارهم كيليتش دار أوغلو مرشحا أمام أردوغان، المعارضة التركية تكشف خريطة طريق الانتقال للنظام البرلماني. واشنطن تندد بتصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة، والبنك الدولي يعلق التعاون حتى إشعار آخر. أهلا بكم من جديد. إلى التطورات الأوضاع في سوريا، أفاد أعلام النظام عن مصدر عسكري بأن إسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي بهجوم جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأن الهجوم الإسرائيلي أدى لحدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط المطار. في الوقت ذاته أكد مراسل الحدث أن المنطقة المستهدفة بالضربات الإسرائيلية في حلب تسيطر عليها ميليشيات إيرانية. وأشار مراسل الحدث إلى وقوع أضرار مادية في القصف الإسرائيلي على مطار حلب، ولا أنباء عن إصابات نتيجة القصف. يذكر أن هذا رابع استهداف إسرائيلي للأراضي السورية منذ مطلع 2023 على مواقع عسكرية لإيران وحزب الله في سوريا. هذا وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل مسار طائرات نقل المساعدات المرتبطة بالزلزال بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار حلب الليلة الماضية إلى مطاري دمشق واللاذقية. ومن جانبه أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات للحدث بأن الغارات استهدفت مدرج المطار الذي يؤمن نقل شحنات المساعدات. تم استهداف مدرج مطار حلب الدولي الذي كان يعني خلية نحل خلال الفترة الماضية بهبوط الطائرات التي كانت تقل المساعدات. إسرائيل يعني لم تخرج علينا في بيان، ولكن الواضح بأنها تقول بأن يعني أو ستقول لنا بأنها استهدفت شحنات إيرانية، ولكن الواقع بأن المطار هو الذي خرج عن الخدمة الآن وتوقف عن استقبال الطائرات التي تقل يعني شحنات إغاثة، ولكن الواقع بأن المطار غير قادر على استقبال الطائرات حتى صباح هذا اليوم خرج عن الخدمة. هناك إيران تستخدم المطار، نعم محيط المطار مسيطر عليه من قبل إيران نعم، ولكن على إسرائيل أن تستهدف الشحنات الإيرانية ولا تقوم بإخراج المطار السوري عن الخدمة حقيقة الأمر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم أنه يجري زيارة إلى بغداد، مشيرا إلى أن هدفه من الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق. وأشار أوستن إلى أن العراق والولايات المتحدة يتحركان نحو عراق أكثر أمناً واستقراراً وسيادة على حد تعبيره. وفي وقت سابق أعلن أوستن أنه يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع قادة كبار في المنطقة والتأكيد على الالتزام الأمريكي بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها. كشفت مصادر محلية إيرانية أن العديد من ركاب مترو بهارستان في أصفهان تعرضوا صباح اليوم لحالات تسمم واختناقات وتقيؤ، وكشفت أن الكثير منهم سقطوا على الأرض خلال حادث وصف بالخطير في محطة المترو. وأضافت مصادر أخرى أن قوات الأمن انتشرت بسرعة في المكان وطوقت المنطقة بالكامل. أجيب حرب من المنطقة وشغيرنا.
أظهرت إحصاءات جمعتها إيران إنترناشونال أن أكثر من 120 مدرسة في 25 محافظة إيرانية تعرضت الاثنين لهجوم كيميائي، وأظهرت مقاطع فيديو ومعلومات أن الهجمات الكيميائية استهدفت المدارس في كردستان وفارس وطهران ولرستان وأصفهان وكرمان، معظمها مدارس للبنات. كما أظهرت مقاطع فيديو تدهور الحالة الصحية لدى الفتيات والزحام في المستشفيات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن التحقيق في حالات تسميم جديدة تعرضت لها تلميذات في إيران يمكن أن يكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية والمستقلة لتقصي الحقائق في إيران، في حال ثبت أن عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ذو مصداقية وأن يعاقب المسؤولون. وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن تعرض الفتيات للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخزن، وقال أن تسميم الفتيات في المدارس الإيرانية يدل على انعدام الضمير، مؤكدا أن هذا النوع من الهجمات غير مقبول. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية التسمم في المدارس لم تكشف عن وجود أي مواد سامة أو خطيرة لدى الطلاب الذين تم فحصهم. وذكرت الوزارة أن 90% من الشكاوى في قضية التسمم كانت ناجمة عن القلق والمخاوف التي سادت الفصول، مؤكدة أن عددا محدودا فقط من الطلاب شعروا بمضاعفات. روايات عدة والواقعة واحدة، مئات الطالبات الإيرانيات في المشافي والسبب هجمات بالمواد الكيماوية. هرم السلطة الإيرانية من جانبه يستنكر ويشجب. المرشد الإيراني علي خامنئي نفى أي دور للنظام في حوادث التسمم ووصف تسميم الإيرانيات بأنه جريمة لا تغتفر. على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية، هذه جريمة لا تغتفر، تجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة. كما الرجل الثاني في إيران الرئيس الإيراني ينكر ويرفض الاعتراف بوقوع حالات تسمم للطالبات ويصفها بمؤامرة من العدو. تسميم الطالبات حلقة أخرى من العدو لإثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف. أما السلطة القضائية في إيران فقد اكتفت بالتعهد بتطبيق عقوبة الإعدام على المتسببين في تسميم الطالبات. كانت الحكومة أعلنت فتح تحقيق في أسباب التسمم، إلا أنها لم تعلن حتى الآن توقيف أي شخص. التصريحات الإيرانية المتناقضة بشأن التسمم رافقها تشكيك من قبل السلطات في أسبابها، وصل حد وصف حالات التسمم بالتمثيل أو أنها جاءت من جماعات متشددة ترفض تعليم الفتيات. الخبراء يقولون إن هناك فرضيتين حول تسمم الطالبات، إما أن يكون السبب شغب المراهقات أو الخوف الجماعي. رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الهجمات الكيماوية لم يتم حتى الآن تحديد المتهم بهذه الظاهرة، لكنها طالت حتى اللحظة 100 طالبات وعشرات المدارس وسببت حالا من الذعر بين الأهالي والطالبات. دعت مجموعة شباب أحياء طهران التي لعبت دورا في تنظيم الاحتجاجات الأخيرة إلى المشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام مبنى البرلمان الإيراني ودوائر التربية والتعليم، احتجاجا على استمرار الهجمات الكيميائية على المدارس في جميع أنحاء إيران. كما دعت نقابة المعلمين والتلاميذ وطلاب الجامعات إلى تجمع احتجاجي على مستوى البلاد اليوم للمطالبة بوضع حد للاعتداءات البيولوجية وتهديد حياة المواطنين. جيش يا أسادي، جيش يا أسادي،
جيد جيد أصلي نار بيت ستفكر تشابه جسر أصلي مارك بار ديكتاتور مارك بار ديكتاتور مارك بار ديكتاتور مارك بار ديكتاتور مارك بار ديكتاتور. بعد أن احتجزه النظام الإيراني لأكثر من 5 أشهر عاد الصحفي الإيراني وحيد شمس الدين نجاد إلى فرنسا بلد إقامته بحسب ما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود. الصحفي اعتقله النظام عندما كان يعد تقريرا لقناة آرتي الفرنسية الألمانية. وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أنه رغم أبلاغ الصحفي وحيد شمس الدين السلطات رسميا بوصوله إلى الأراضي الإيرانية لأن تم توقيفه بعد 6 أيام ثم نقل إلى طهران إلى سجن إيوين. مخابرات حياكم بعد هتو أداكم مخابرات شركة مصر. دعا بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموافقة على قرار يدين إيران لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، مؤكدا أن على المجتمع الدولي الرد مع اقتراب النظام الإيراني من عتبة 90% لتخصيب المواد النووية، معتبرا أن ما تقدمه طهران للوكالة الذرية لا يعالج خطواتها الاستفزازية. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر دبلوماسية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قراراً جديداً بشأن إيران هذا الأسبوع رغم التصعيد بشأن برنامجها النووي، وذلك بسبب التفاهمات الملموسة التي توصل إليها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بعد زيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي. وأشار الدبلوماسيون إلى وجوب لزوم اليقظة باعتبار أن إيران عادة ما تلجأ إلى مثل هذه المناورات لتجنب تدابير بحقها كما حصل في نوفمبر 2022. في السياق أعلن مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا وإيران والصين على استعداد لوضع اللمسات الأخيرة على قرار متفق عليه بالكامل تقريبا بشأن العودة إلى المعايير الأصلية للاتفاق النووي الإيراني. واعتبر أوليانوف أنه لا توجد خطوات حاليا حول استئناف المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة خاصة مع عدم استعداد اليورو ترويكا الممثلة بكل من بريطانيا ألمانيا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات. عاد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من طهران متفائلا بتعاون بناء مع إيران رغم التناقض في تفسيره للاتفاق الذي توصل إليه هناك مع التفسير الإيراني، ولكن نبرة غروسي المتفائلة يبدو أنها كافية هذه المرة لتجنيب إيران أي قرار جديد ضدها داخل مجلس المحافظين. وتحدث غروسي في مؤتمر صحفي في فيينا عن الاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين على تعاون في تحقيق الوكالة حول المواقع النووية السرية وحول تفسير العثور على أثار يورانيوم مخصب في منشأة فوردو بنسبة 84%. كنا ندور في حلقة مفرغة، والآن انطباعي بأن هناك فرصة للابتعاد عن هذه الحلقة، ونرى حقا تقدما في هذه النقاط وخاصة في منشأة فوردو التي ستخضع لمراقبة المفتشين كل يومين. ومع ذلك ما زال الكثير من الالتزامات التي حصل عليها غروسي مجرد كلام لا يختلف عن السابق. هناك فرصة جيدة، ولكن لا يمكنني أن أضمن. الناس يقولون هي وعود وهي ليست وعوداً. لدينا بعض الاتفاقات المحسوسة، وفي الوقت نفسه يجب أن أستمر بالقيام بعملي وبالمحاولة. ورغم كلام غروسي على ألا مهلة زمنية لأخذ أجوبة من إيران، فهو قال بأنه سيطلع المجلس على نتائج المحادثات في إيران أو غيابها.
قد تكون الدول الغربية منحت إيران فرصة جديدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن أبلغ جروسي مجلس المحافظين بأن الوعود هذه المرة مختلفة، ولكن أي شعور بالمماطلة من طرف إيران قد تلمسه الدول الغربية سيعيدها للتصعيد مجددا داخل مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل أو حتى أقرب من خلال دعوة لاجتماع طارئ إذا لزم الأمر. راغدة بهنام، الحدث، فيينا. اتفقت الأحزاب المعارضة التركية المعروفة بالطاولة السداسية على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة القادمة. وأعلن كليتشدار أوغلو أن أحزاب المعارضة اتفقت على هدف العودة للنظام البرلماني، وأضافت أن بقية رؤساء أحزاب الطاولة السداسية سيكونون نوابا للرئيس، معربا عن ثقته في النجاح بالانتخابات باتفاق المعارضة واتحادها. سيكون رؤساء الأحزاب الأخرى في تحالف الأمة نواب للرئيس. كما أود أن أؤكد أن باب تحالف الأمة مفتوح لكل من يشاركنا في حلمنا المشترك بتركيا. نحيي من صميم قلوبنا 85 مليون شخص بغض النظر عن المعتقد أو الفكر أو الأيديولوجية أو الهوية. سنحكم تركيا من خلال التشاور والتوافق بصفتنا رؤساء الأحزاب السياسية المكونة لتحالف الأمة، فقد اتفقنا أيضا على خريطة الطريق للانتقال إلى نظام برلماني معزز. أصيب ما لا يقل عن 6 مواطنين في بلدة حوارة بحالات اختناق بعد أطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز عليهم بحسب ما أفاد مراسل الحدث. وتجددت المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين عقب دعوات من المساجد من أجل التصدي لمسيرة للمستوطنين داخل حوارة بمناسبة عيد المساخر اليهودي. هذا ووثقت كاميرات مراقبة في نابلس لحظة هجوم عدد من المستوطنين على سيارة فلسطينية بالحجارة والغاز المسيل للدموع، كانت في داخلها عائلة بينهم أطفال، ما أدى لإصابتهم جميعا. سوبر ماركت ابو العيال طالعين يعني منشغل بالسياره، هجم علينا مره واحده الاحجار في البلطات. لما نزلت من السياره شفت رصاص على السياره، بس كمان خلص راح لحظه الحدث ما كناش مستوعبين شيء. يعني هاي الطفل عمرها سنتين ونص. يعني يا حرام عينيها، طلع عينيها يا جماعه، مش قادر تفتح. إلى تونس، أعلن البنك الدولي تعليق المناقشات مع تونس بشكل مؤقت حول إطار الشراكة المتعلقة بالمدى المتوسط بين 2023 و2027 بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة في البلاد. وقال البنك في بيان إن الأحداث الأخيرة في تونس تثير قلقا عميقا، مؤكدا أن سلامة المهاجرين والأقليات تعتبر جزءا من القيم الإنسانية والأساسية للمؤسسة المتمثلة في الإدماج والاحترام. كما أشار البيان في الوقت نفسه إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع في تونس. من جانبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق بلاده من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول المهاجرين من جنوب الصحراء والتقارير الواردة حول العنف الذي يتعرض له هؤلاء.
كما سمعتم من البنك الدولي، نحن أيضا قلقون بشدة من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء باتجاه تونس والتقارير حول الاعتقالات في صفوف المهاجرين خلال الأسابيع الأخيرة. هذه التصريحات لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في الكرم وحسن الضيافة وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ونحن منزعجون من التقارير حول العنف ضد المهاجرين، ونحث السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي المتعلق بحماية حقوق اللاجئين، ونحث السلطات التونسية أيضا على التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية لضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم. أما وزير خارجية تونس نبيل عمار فرفض الاتهامات الموجهة إلى تونس بالتعامل بعنصرية حيال أزمة المهاجرين، مشيرا إلى أن الأمر مفتعل وأن الحل المناسب لأزمة المهاجرين يكمن بالحوار والتشاور. أزمة هذه فيها جانب كبير مفتعل وفات الموضوع الأساسي اللي هو نحب سلامة كل ما يعيش على التراب التونسي واحترام قانون البلاد مرة أخرى. وانتم تعرفوا الهجرة الموضوع هذا يفوت بلد واحد تونس بالذات، هو مرتبط معناتها بشبكات عالمية وهو موضوع يهم عديد الدول في العالم أكثر من غيرها، والحل ديما كما تقول تونس الحل من نجم يكون كان بالتعاون وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. حذر رئيس قيس سعيد من توظيف واستغلال مؤسسات الدولة وتعطيل العمل داخلها بهدف خدمة أجندات سياسية، وقال سعيد في لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن البعض تسلل إلى مؤسسات الدولة بهدف تعطيل السير الطبيعي داخلها، وأن آخرين لا يعملون بالحياد المطلوب بسبب انتماءاتهم السياسية، داعيا إلى ضرورة حماية هذه المؤسسات من أي شكل من أشكال الانتماء وتسييرها وفقا لمبدأ الحياد والقانون. شيعت موريتانيا 2 من عناصر الحرس الوطني قتل أثناء فرار 4 من النزلاء المتشددين من السجن المركزي في العاصمة نواكشوط في ساعة مبكرة يوم الاثنين. وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان إن 4 فروا من السجن المركزي بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه 2 من أفراد الحرس الوطني. وذكرت تقارير صحفية محلية أن السجناء 4 الفارين من عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وصفت التقارير السجن المركزي بأنه أحد أكثر سجون البلاد تحصيناً. إلى اليمن، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلابية بإطلاق سراح مئات المعتقلين في قضايا جنائية بعدة محافظات، وذلك بعد مساومتهم بالمشاركة في القتال إلى جانبها. الأرياني وفي تغريدة له على تويتر أوضح أن هذه الخطوة الحوثية تندرج ضمن عمليات الحشد والتعبئة التي تنفذها الميليشيات ضمن نهجها التصعيدي السياسي والعسكري ودون اكتراث لدعوات وجهود استعادة تثبيت الهدنة. دشنت وزارة الصحة اليمنية حملة وطنية شاملة للتحصين ضد شلل الأطفال في المرافق الصحية والفرق الصحية المتنقلة من منزل إلى آخر. الحمد لله قد صمت شهرين متتابعين توبة إلى الله أن يكون تسببت في موت أو ضرر أي أحد من أبناء هذا الشعب العزيز. أعلنوا توبتهم عن ذنب اقترفوه للسماح باللقاحات سابقا، وما هي إلا أيام وقد تسببوا بوفاة عشرات الأطفال حرموا في مناطق سيطرتهم من التحصين ضد شلل الأطفال. تطورات سريعة لحملات حوثية مستعرة أعادت اليمن سنوات إلى الخلف بعد أن أعلنت قبل انقلاب الحوثيين خلوها من شلل الأطفال. معطيات دفعت الحكومة إلى المسارعة في تدشين حملة تطعيم واسعة للأطفال في المناطق المحررة، مع رصد عشرات الإصابات بشلل الأطفال قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.
الحوثيين ليسوا من اليوم ضد اللقاحات، ولكنهم من يوم بدأوا حربهم في صعدة هم ضد اللقاحات وضد التطعيم في محافظة صعدة. والآن أغلب الحالات المصابة ظهرت، أول حالة تقريبا ثاني حالة كانت من محافظة صعدة، من النازحين في محافظة صعدة إلى مأرب. كذلك أغلب الحالات التي ظهرت الآن من المناطق التي تحتلها الحوثيين والتي يمنعون فيها تلقيح وتطعيم الأطفال. عشرات الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بدأت عملية التطعيم منذ أمس الأحد بالتزامن مع توسع حملات التوعية الإعلامية بضرورة حماية الأطفال وتحصينهم من الشلل. تحرك وجد تفاعلا مجتمعيا واسعا في مأرب وغيرها من المحافظات، وعزز هذا التفاعل الخوف من تفشي حالات الشلل مع تواتر الأخبار عن ضحاياه في مناطق سيطرة الحوثيين. جينا لطعم الأطفال نتخلص من مرض شلل الأطفال، وكان المرض قد انتهى، وعندما الحوثيين منعوا تطعيم ضد شلل الأطفال ظهرت المشكلة من جديد وظهرت حالة وفاة. جينا نلقح الأطفال من أجل يكون بصحتهم ما يتعبهمش الشلل ويكون بصحة جيدة. تعود الأمراض الفيروسية والأوبئة التي أعلن اليمن خلوه منها عام 2006 إلى الواجهة، وتتبخر كل الجهود التي بذلت على مدى عقود بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي والقناعات المزيفة التي تحاول نشرها ويكتوي بآثارها المدمرة أطفال اليمن. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. في توتر جديد بين قوات فاغنر والجيش الروسي، اتهم يفغيني بريغوجين الجيش الروسي بمنع ممثل قواته من دخول مقر القوات الروسية في أوكرانيا. خلف هذه الجبهة يتجدد التوتر بين الجيش الروسي وقوات فاغنر التي تطوق مدينة باخموت الأوكرانية بعد أسابيع من تقاذف الاتهامات التي وصلت حد الشتائم والتخوين. في جديد التوتر بين الجانبين، يقول زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين إن الجيش الروسي منع ممثله من الدخول إلى مقر العمليات الخاصة الروسية الذي يدير العمليات العسكرية في أوكرانيا. بريغوجين أكد إلغاء تصريح ممثله ومنعه من الوصول إلى مقر العمليات، مجدداً حاجة قواته الماسة للذخيرة، وأن الخطوط الأمامية في باخموت مهددة بالانهيار، وفي حال انسحاب فاغنر سيتأثر الجميع. فيما يشبه التسابق بين الكريملين وفاغنر لحصد ثمار الانتصار المحتمل في باخموت، واظب بريغوجين مؤخرا على الظهور مرارا حتى وصل الأمر إلى المطالبة بتعيينه وزيرا للدفاع عبر منصات غير رسمية موالية له. ظهور بريغوجين قوبل بزيارتين لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الجبهات، إحداها إلى ماريوبول والثانية إلى مركز قيادة على الجبهة في دونيتسك. إذا انسحبت شركة فاغنر من باخموت فإن الجبهة ستنهار بأكملها. المقاتلون يسألونني لماذا التأخير في إمدادات الذخيرة التي تعهدت بها وزارة الدفاع الروسية؟ يجب شرح ذلك في موسكو، وأيضا لماذا لا يسمحون لنا بتجنيد عناصر جدد؟ الكريملين ووفقا ليفغيني كان وعد بتسليمه أسلحة منذ 23 من فبراير الفائت، لكنه لم يتسلم شيئا حتى اللحظة. تأخير فسره يفغيني بأحد الأمرين، بيروقراطية أو خيانة. إلى اللقاء. حديث اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة، والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟
يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. مطار حلب الدولي خارج الخدمة بعد استهدافه بقصف إسرائيلي وتحويل مسار طائرات المساعدات إلى دمشق واللاذقية. غازات إيران السامة التي تستهدف المدارس والجامعات وصلت وسائل النقل. الشيوخ الأمريكي يدعو الوكالة الذرية إلى الموافقة على إدانة إيران، ومصادر ترجح انتهاء اجتماع المحافظين بلا قرار. بعد اختيارهم كليتشدار أوغلو مرشحاً أمام أردوغان، المعارضة التركية تكشف خريطة طريق الانتقال للنظام البرلماني. واشنطن تندد بتصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة، والبنك الدولي يعلق التعاون حتى إشعار آخر. نشرة لأهم الأنباء من الحدث، أهلا بكم. أفاد أعلام النظام السوري عن مصدر عسكري أن إسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي بهجوم جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط المطار. في الوقت ذاته أكد مراسل الحدث أن المنطقة المستهدفة بالضربات الإسرائيلية في حلب تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، وأشار مراسل الحدث إلى وقوع أضرار مادية في القصف الإسرائيلي على مطار حلب، ولا أنباء عن إصابات نتيجة القصف. يذكر أن هذا رابع استهداف إسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023 على مواقع عسكرية لإيران وحزب الله في سوريا. هذا وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل مسار طائرات نقل المساعدات المرتبطة بالزلزال بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار حلب الليلة الماضية إلى مطاري دمشق واللاذقية. من جانبه أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات للحدث بأن الغارات استهدفت مدرج المطار الذي يؤمن نقل شحنات المساعدات. على ما يبدو تم استهداف مدرج مطار حلب الدولي الذي كان يعني خلية نحل خلال الفترة الماضية بهبوط الطائرات التي كانت تقل المساعدات. إسرائيل يعني لم تخرج علينا في بيان، ولكن الواضح بأنها تقول بأنها يعني أو ستقول لنا بأنها استهدفت شحنات إيرانية، ولكن الواقع بأن المطار هو الذي خرج عن الخدمة الآن وتوقف عن استقبال الطائرات التي تقل يعني شحنات الإغاثة، ولكن الواقع بأن المطار غير قادر على استقبال الطائرات حتى صباح هذا اليوم خرج عن الخدمة. هناك إيران تستخدم المطار، نعم، محيط المطار مسيطر عليه من قبل إيران، نعم، ولكن على إسرائيل أن تستهدف الشحنات الإيرانية ولا تقوم بإخراج المطار السوري عن الخدمة حقيقة الأمر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم أنه يجري زيارة إلى بغداد، مشيرا إلى أن هدفه من الزيارة هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق. وأشار أوستن إلى أن العراق والولايات المتحدة يتحركان نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة على حد تعبيره. وفي وقت سابق أعلن أوستن أنه يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع قادة كبار في المنطقة والتأكيد على الالتزام الأمريكي بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.
إلى إيران، كشفت مصادر محلية أن العديد من ركاب مترو بهارستان في أصفهان تعرضوا صباح اليوم بحالات تسمم واختناق وتقيؤ، وكشفت أن الكثير منهم سقطوا على الأرض خلال حادث وصف بالخطير في محطة المترو. وأضافت مصادر أخرى أن قوات الأمن انتشرت بسرعة في المكان وطوقت المنطقة بالكامل. أفادت مصادر محلية عن تعرض عدد من ركاب مترو منطقة بهارستان في أصفهان لحالات تسمم واختناق صباح اليوم، مضيفة أن الأمن طوق محطة المترو. وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية التسمم بالمدارس لم تكشف عن وجود أي مواد سامة أو خطيرة لدى الطلاب الذين تم فحصهم. وذكرت الوزارة أن 90% من الشكاوى في قضية التسمم كانت ناجمة عن القلق والمخاوف التي سادت الفصول، مؤكدة أن عددا محدودا فقط من الطلاب شعروا بمضاعفات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التحقيق في حالات تسميم جديدة تعرضت لها تلميذات في إيران يمكن أن تكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران في حال ثبت أن عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ذو مصداقية وأن يعاقب المسؤولون. وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن تعرض الفتيات للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخزن، وقال أن تسميم الفتيات في المدارس الإيرانية يدل على انعدام الضمير، مؤكدا أن هذا النوع من الهجمات غير مقبول. خوابگاه علم الهدا 15 اسفند دانشگاه است. نداری بچه ما آمد و بسمون کنی جنسیان آزادی جنسیان آزادی جنسیان آزادی جنسیان آزادی مرد به چطر کن کشا باشه سرامان آزادی. دعا بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموافقة على قرار يدين إيران لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة. يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة فرانس بريس عن مصادر دبلوماسية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع رغم التصعيد بشأن برنامجها النووي، وذلك بسبب التفاهمات الملموسة التي توصل إليها المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بعد زيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي. وأشار الدبلوماسيون إلى وجوب لزوم اليقظة باعتبار أن إيران عادة ما تلجأ إلى مثل هذه المناورات لتجنب تدابير بحقها كما حصل في نوفمبر 2022. اتفقت الأحزاب المعارضة التركية المعروفة بالطاولة السداسية على ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة القادمة. وأعلن كيليتشدار أوغلو أن أحزاب المعارضة اتفقت على هدف العودة للنظام البرلماني، وأضاف أن بقية رؤساء أحزاب الطاولة السداسية سيكونون نوابا للرئيس، معربا عن ثقته في النجاح بالانتخابات باتفاق المعارضة واتحادها. أصيب ما لا يقل عن 6 مواطنين في بلدة حوارة بحالات اختناق بعد أطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز عليهم بحسب ما أفاد مراسل الحدث. وتجددت المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين عقب دعوات من المساجد من أجل التصدي لمسيرة للمستوطنين داخل حوارة بمناسبة عيد المساخر اليهودي.
هذا ووثقت كاميرات مراقبة في نابلس لحظة هجوم عدد من المستوطنين على سيارة فلسطينية بالحجارة والغاز المسيل للدموع، كانت في داخلها عائلة بينهم أطفال ما أدى لإصابتهم جميعا. سوبر ماركت ابو العيال طالعين يعني منشغل في السياره، هجموا علينا مره واحده بالحجار في البلطات. لما نزلت من السياره شفت رصاص على السياره، بس خلص راح لحظه الحدث وكنا مستوعبين شيء. يعني هاي الطفل عمرها سنتين سنتين ونص، يعني يا حرام عينيها، طلعوا عينيها يا جماعه، ضربوا بالسياره مش قادر تفتح. إلى تونس، أعلن البنك الدولي تعليق المناقشات مع تونس بشكل مؤقت حول إطار الشراكة المتعلقة بالمدى المتوسط بين 2023 و2027 بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة في البلاد. وقال البنك في بيان إن الأحداث الأخيرة في تونس تثير قلقا عميقا، مؤكدا أن سلامة المهاجرين والأقليات تعتبر جزءا من القيم الأساسية للمؤسسة المتمثلة في الإدماج والاحترام. وأشار البيان في الوقت نفسه إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع في تونس. أما وزير خارجية تونس نبيل عمار رفض الاتهامات الموجهة إلى تونس بالتعامل بعنصرية حيال أزمة المهاجرين، مشيرا إلى أن الأمر مفتعل وأن الحل المناسب لأزمة المهاجرين يكمن بالحوار والتشاور. الأزمة هذه فيها جانب كبير مفتعل وفات الموضوع الأساسي اللي هو نحبوا سلامة كل ما يعيش على التراب التونسي واحترام قانون البلاد مرة أخرى. وانتم تعرفوا الهجرة الموضوع هذا يفوت بلد واحد تونس بالذات، هو مرتبط معناتها بشبكات عالمية، وهو موضوع يهم عديد الدول في العالم أكثر من غيرها. والحل ديما كما تقول تونس، الحل من نجم يكون كان بالتعاون وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. حذر الرئيس قيس سعيد من توظيف واستغلال مؤسسات الدولة وتعطيل العمل داخلها بهدف خدمة أجندات سياسية. وقال سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن إن البعض تسلل إلى مؤسسات الدولة بهدف تعطيل السير الطبيعي داخلها، وأن آخرين لا يعملون بالحياد المطلوب بسبب انتماءاتهم السياسية، داعيا إلى ضرورة حماية هذه المؤسسات من أي شكل من أشكال الانتماء وتسييرها وفقا لمبدأ الحياد والقانون. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.